بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساليب كثيرة للنجاح، ولكن ربما من أهم أساليب النجاح الهدف. فالهدف يمكن أن يشكل أكثر من نصف النجاح. يعني إذا لم يكن لديك هدف، لا يمكن أن تخطو أي خطوة نحو النجاح في أي شيء في حياتك. حتى في عبادتك، إذا لم يكن لديك هدف هو الإخلاص وهو العمل لله تعالى، ستفشل هذه العبادة، لأنها ستبنى على الجهل والنفاق والرياء. دعونا نتأمل ما يقوله بعض الباحثين، وكيف تعامل القرآن مع هذه القضية. يؤكد الباحثون في علم النفس أن الأهداف هي مفتاح النجاح. إذا لم يكن لديك هدف فلن تحقق النجاح أبدا، لأن تحديد الهدف هو نصف النجاح. ولذلك ينصح علماء النفس أن تضع قائمة واضحة بالأهداف التي تنوي تحقيقها، وتدرس أفضل طريق للوصول لهذه الأهداف. وحبذا لو تجلس في جو هادئ وتكتب مجموعة الأهداف هذه بشكل محدد وواضح، وتكتب بجانب كل هدف الطرق التي من الممكن أن توصلك إليها. أيها الأحبة، إذا تأملنا آيات القرآن، كل آيات القرآن فيها أهداف واضحة، سبحان الله. وربما يكون من أهم الأهداف هو أن تحدد هدفا نحو الآخرة، هو لقاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فإذا عندما تحدد هدفا بعيد المدى وهو لقاء الله، سوف تجد أنك نجحت في الدنيا والآخرة، وسوف يساعدك ذلك على وضع بقية الأهداف بطريقة ترضي الله تعالى، وتعتمد تقنية الإخلاص لله، أن يكون أي عمل تقوم به هو خالصا لله سبحانه وتعالى. وستجد لذة، يعني ليس مجرد نجاح، بل هناك لذة في النجاح. والنجاح ليس النجاح المادي أيها الأحبة، إن السعادة لا يمكن أن تشترى بالمال. وبالتالي فإن الإخلاص لله والعمل من أجل الله في الدنيا، وأن تضع هدف هو لقاء الله عز وجل وهو راض عنك، هذا هو قمة النجاح، والحمد لله رب العالمين.